السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نعم. والسؤال التالي، الأم ديالي كتبلغ لك التحية وكتقول لك واش ممكن زعما نخلي شفاول بتر حتى لآخر زعما قبل الفجر. واخا بنتي بإذن الله. شكرا لك بنتي، بارك الله فيك، أكرمك الله وأسعدك الله. بسرعة كبيرة نجيب نظرا لظروف خاصة. أما السؤال الثالث بسرعة، هو أن الشفع والوتر يمكن أن نعجل به بعد تراويح العشاء، ممكن أن نؤخره إلى قبيل الفجر، وإذا صليناه قبيل الفجر كان أفضل، لأنك تبقى حريص على أنك قبل الفجر كتأدي التراويح ديال الفجر ودير قيام الليل ودير التهجد وتختم بالشفع والوتر، كان أفضل. اللي كيشوف راسه بأنه ربما غيديه النوم وغادي يغلبوا فيأديهم وراء تراويح العشاء باش يبقى مطمئن. أما اللي عنده العزيمة وعنده القدرة وعنده الثقة بالنفس بأنه غادي يبقى مستمر، من الأفضل يخليهم حتى الأخر ديال الليل، عنده أجر وثواب زائد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.